اصدقائي كما كتشوفوا مباشره من اكادير، امطار غزيره في الليل، عاصفه رعديه في الليل اكادير. اش غادي نقول لكم، الاجواء ممطره في الليل. كنا في واد سوس وصورنا لكم واد سوس. اذا امطار غزيره باقي مستمره في اكادير كما كتشوفوا، امطار غزيره كل مكان. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، امطار وعاصفه رعديه كل مكان. شوف 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 الرمبا اخوتي، شوف الرمبا كي دايره. واو 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 واو، امطار غزيره. يا سلام يا سلام يا سلام. نتمنى هاد الامطار غزيره نستافدوا منها بالنفع، ويكون اكادير زوين، تكون الطبيعه، يكون اركان، والساكنه ديال اكادير يتمتعوا بالطبيعه ان شاء الله بحول الله. يا سلام. واو 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 واو، تبارك الله. نتمنى ان شاء الله يكون خير. امطار غزيره بدات مع 12 النهار وباقي مستمره، حاليا باقي مستمرة أمطار غزيرة. شوفوا أمطار غزيرة تبارك الله تبارك الله. شوف شوف، أوه أمطار غزيرة في كل مكان. شوف تبارك الله، أكادير حدا القصر ديال جلالة الملك محمد السادس، في الشتاء وفي العاصفة رعدية. شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله، هادشي زوين بزاف، مناظر رائعة جدا، منظر خيالي، عاصفة رعدية. واو 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 واو، تبارك الله تبارك الله. شوف يا سلام يا سلام، شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله، أمطار غزيرة في الليل أكادير، بلاد الزينة.